لو الحكاية فيها إن فيتو اللي أنا شايفة كمان ممكن يبقى فيه فساد في بلاد الغرب، ممكن يبقى فيه موت للشباب وللأطفال لا ده ممكن يبقى هنا، ممكن عن طريق عمليات إرهابية، ممكن تبقى حروب، فبيبقى فيه موت للشباب وللأطفال. يعني ده من خصائص السنة اللي بطلعها الشمس بشكل عام، بس اللي أنا متوقعة أكتر في منطقتنا العربية عموما أن يكون في عمليات بتؤدي لموت أطفال أو شباب. المقصود إيه بفساد في الدول العربية؟ ممكن اكتشاف لفساد في المال مالي بالضبط كده. يعني ممكن هيبقى فيه لشركات معينة يكتشفوا، ممكن تكون شركات عالمية يكتشفوا فيها فساد مالي. اوكي.